لأن الأرز هو مصدر الغذاء الأساسي للإنسان، ولأن أهمية إنتاج الأرز بات أمراً جوهرياً لسكان العالم الذي يعتمد معظمهم على الأرز كعنصر أساسي في غذائهم. من حقول الهند الفياضة ومن سهول البنجاب الخصبة تبدأ رحلة أرز أبو كاس البسمة، حيث التربة الخصبة والمناخ الملائم والمياه الوافرة في أرض تنمو فيها أجود أنواع الأرز وأفضله، أرز البسمة أبو كاس. بدءاً من معالجة البذور وحتى جميع المراحل التحضيرية للأرز بعد الحصاد من خلال أحدث الآلات المستخدمة في فرز حبات أرز أبو كاس البسمة بعناية فائقة حبة حبة بنظم أتمتة متطورة جداً عالية التقنية عالمياً، ووصولاً للتعبئة التي تتم بإشراف مباشر من فريق مؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية من أجل ضمان الوصول لأغلى معايير الجودة والإنتاج والتعبئة الصحية. أسست مؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية فريقاً في الهند يعنى بمتابعة عملية الزراعة والإنتاج حتى التعبئة عن كثب. كان للعمل الجاد والدؤوب بفضل الله تعالى وعونه الأثر الطيب والسمعة الحسنة لمؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية التي تأسست عام 1997، حيث إن مؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية تؤمن بأن المستهلك السوري ذواق، وأن المواد الغذائية عالم من الذوق والفن والإتقان. هذا ما جعل مؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية صرحاً شامخاً في عالم استيراد المواد الغذائية وتوزيعها في جميع أنحاء سوريا، بالإضافة إلى أنها اكتسبت شهرتها ليس في العاصمة فقط بل في سوريا كلها، لأنها حافظت دائماً وباستمرار على أرقى وأجود أنواع البضائع عالية الجودة. لعبت مؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية دوراً جوهرياً باستيراد الأرز البسمة عالي الجودة مباشرة من الهند وتوزيعه في جميع المناطق السورية، ولا سيما في جميع منافذ البيع المباشر والسوبر ماركت والميني ماركت ومركز البيع بالمفرق والجملة المنتشرة في كل البلاد، كما تم إيصاله إلى جميع المطابخ على اختلاف أنواعها والتي تعنى بطبخ الأرز البسمة، ولا سيما الشرقي منها والغربي، حيث أظهرت نتائج طبخه المذهلة استحسان المستهلك السوري الذواق. من الطبيعي أن يكون لمؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية الريادة في الأسواق المحلية نتيجة حصاد أعوام من العمل الشاق والخبرات الطويلة. بنت مؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية اسمها كدليل للجودة، وعلى ذلك فلا مجال للخطأ بوجود الكوادر الإدارية التي تسير وفق منهجية الجودة والضمان والذوق. من حقول الهند الغنية تبدأ رحلة الأرز، وعبر مؤسسة محمد حمزة الجبان التجارية لتنتهي إلى موائد طعامكم العامرة. أبو كاس بالمطبخ أساس.